تجدد حياتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، مع الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقها القبول وأن تكون نافعة مباركة بإذنه، سلسلة جدد حياتك. لا يمكن أن نتكلم عن تجديد الحياة بدون أن نتكلم عن سر مهم من أسرار النجاح وأسرار السعادة ومن الأسرار الحقيقية لتجديد الحياة. هذا السر هو العطاء. العطاء واحد من أهم أسرار السعادة والنجاح ومن أجمل الصفات التي تتواجد عند الإنسان. لماذا؟ لأنه يساعد على زيادة المحبة والألفة بين الناس، يساعد أيضا على التخلص من مشاعر البغض والكراهية. العطاء جزء من الكرم، بل يكون هو الكرم في صور كثيرة، وهو جزء من كينونة الإنسان السامي. إذا اتصف الإنسان بالعطاء فقد اتصف بصفة من صفات الرب عز وجل. المعطي اسم من أسماء الله الحسنى. المعطي سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه وتولى أمره ورزقه في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يصف عطاء الربوبية، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. عندما يستشعر الإنسان معنى اسم الله المعطي ومعاني الآيات وأسباب نزولها، يشعر الإنسان بقيمة العطاء بكل بقلبه وبجوارحه. إذا أردت النجاح الحقيقي وإذا أردت تجديد حياتك، ساهم في تجديد حياة الآخرين، ساهم في إنجاح الآخرين. إذا تأملت سير العظماء والناجحين تجد أنهم ساهموا في إنجاح كثير من الأشخاص، ما بحثوا عن مجدهم الشخصي فقط، بل كانوا شموعا تضيء الطريق للآخرين. عندما نستشعر معنى اسم الله المعطي ومعاني الآيات وأسباب نزولها، تستشعر فعلا قيمة العطاء بكل جوارحك وبقلبك. إذا أردت فعلا تجديد حياتك، ساهم في تجديد حياة الآخرين. إذا أردت النجاح الحقيقي، ساهم في إنجاح الآخرين. إذا تأملت سير العظماء والناجحين تجد أنهم ساهموا في إنجاح كثير من الأشخاص، ما بحثوا عن مجدهم الشخصي فقط، بل كانوا شموعا تضيء الطريق للآخرين. يقول نابليون هيل صاحب كتاب قوانين النجاح وفكر لتصبح غنيا، يقول: من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة وبأفضل طريقة عندما تساعد الآخرين على النجاح. ألم ينجح الحميدي وإسحاق بن راهويه عندما ساهموا في إبراز أمير المؤمنين في الحديث البخاري؟ ألم ينجح ربيعة الرأي وقد أخرج للعالم إمام دار الهجرة مالك بن أنس؟ وقس على ذلك مالك مع الشافعي، الشافعي مع أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية مع ابن القيم ومع كثير من تلامذته. فالنجاح الحقيقي هو المساهمة في نجاحات الآخرين. لماذا؟ لأن ذلك دليل على نقاء القلب. لم يفهم حقيقة النجاح من يريد أن يطفئ الآخرين ويضيئه لوحده. تريد النجاح الحقيقي، عليك بالعطاء. فكر بالعطاء، لا تفكر بالأخذ. إذا فكرت بالعطاء سيقودك تفكيرك دائما إلى كيف تحصل وكيف تعطي. يقولون: العطاء شرف والأخذ ألم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. كن على يقين أن سعادتك وتجديد حياتك يبدأ من الداخل، وأن السعادة في العطاء تفوق السعادة فيما يعطيه لنا الآخرون. كلما أعطيت بلا مقابل رزقت بلا توقع، وكلما عملت الخير بصوت هادئ تحدث عملك غدا بصوت مرتفع. العطاء الحقيقي أن يعطي المؤمن من داخله ومن أعماق قلبه دون أن يشعر أنه مرغم على ذلك أو مجبور. العطاء الحقيقي أن تكون بعطائك أفرح من الآخذ بما أخذه، أن لا يستريح قلبك ولا تهدأ نفسك حتى يفرح من حولك بما قدمته لهم ويسعدوا بما وهبته لهم. أن تعطي ما تعطي ودموع عينيك أسبق من يديك، هذا هو العطاء الصادق. العطاء عبادة عظيمة
مما يعيننا فعلا على تجديد حياتنا، لأن فيه شكر لله عز وجل على النعم. العطاء يطهر القلب من البخل ومن الشح ومن الكراهية. فهل نجح حقيقة من قلبه ما زال ممتلئا بالحسد وبالبغضاء؟ فالنجاح الحقيقي أن تنقي قلبك من هذه الأمراض الفتاكة، فلا تراقب الناس ولا تتمنى زوال نعمهم أو تفرح بإخفاقاتهم. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والله نحتاج أن نكنس قلوبنا. فالعطاء فكرة نافعة وعبادة عظيمة تعود عليك وتعود على إخوانك وتعود على مجتمعك بالخير العميم. رسولنا عليه الصلاة والسلام قدم أروع صور العطاء، أعطى كل شيء ومن كل شيء، ولم يبق في يده ولا في نفسه أي شيء. يقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، وبلغ من عطائه أنه أعطى ثوبه الذي على ظهره، ومن عطائه لأمته أنه سخر حياته لها نذيرا وبشيرا قائلا إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، وبلغ من عطائه أنه أعطى ثوبه الذي على ظهره، ومن عطائه لأمته أنه سخر حياته لها بشيرا ونذيرا. يقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، وبلغ من عطائه أنه أعطى ثوبه الذي على ظهره، ومن عطائه لأمته أنه سخر حياته لها بشيرا ونذيرا. قال ربنا عز وجل إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومن عطائه أنه وهب لأمته حبا لا يبارى وشفقة لا تجارى. عندما سأله رجل عن الحج قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وما زال يقول اللهم أمتي أمتي، حتى قال له ربه. ومن عطائه عليه الصلاة والسلام أنه وهب لأمتي حبا لا يبارى وشفقة لا تجارى، وكان كثيرا ما يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا. وعندما سأله رجل عن الحج أكل عام يا رسول الله؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وما زال يقول اللهم أمتي أمتي، حتى قال له ربه إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقد يظن البعض أن العطاء يعني فقط العطاء المادي، بل قد يكون العطاء معنويا، وهذا أيضا له كبير الأثر. أن تعطي من وقتك، أن تمنح جزءا من عمرك لبر والدين، لزيارة مريض، لعمل خيري، لشتى الأعمال الصالحة. وإذا تكلمنا عن العطاء لا نستطيع أن نتكلم عن العطاء ولا نتكلم عن أحد فرسان العطاء وعن أحد فرسان العمل الخيري، الدكتور عبد الرحمن الصميط. هذا الرجل الذي أحب العمل الخيري منذ صغره، يقال أنه في المرحلة الثانوية أراد مع بعض أصدقائه أن يقوموا بعمل تطوعي، فقاموا بجمع مبلغ من المال من مصروفهم اليومي واشتروا سيارة، وكان يقوم أحد أفراد المجموعة بعد انتهاء دوامه بنقل العمال البسطاء إلى أماكن عملهم أو إلى بيوتهم دون مقابل. هذا الرجل العظيم أسلم على يديه أكثر من 10 ملايين شخص في قارة إفريقيا فقط، وأسس جمعية العون المباشر وأصبحت منظمة عالمية، وأيضا أسس أكثر من مئات الجامعات، وحفر أكثر يعني آلاف الآبار، ودرب أكثر من 4000 داعية معلم. هذا الإنسان رمز للعطاء. هذا الإنسان فهم حقيقة الدنيا وفهم حقيقة العطاء. فمن أراد فعلا أن يجدد حياته وأن يتغير إلى الأفضل فليلزم هذا الأمر العظيم ألا وهو العطاء.
لا يفكر الإنسان فقط في الأخذ، بل لا بد أن يفكر في العطاء. كان أحد العلماء يقول: عندما كنا صغارا ظننا أن اللذة في الأخذ، فلما كبرنا علمنا أن اللذة في العطاء. والله اللذة في العطاء بإذن الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، وإلى سلسلة قادمة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جدد حياتك.